أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال كلمته في افتتاح القمة العربية 29 بالسعودية على الحق التاريخي والأبدي للفلسطينيين والعرب في القدس، مشيرا إلى ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، كما شدد على ضرورة تقديم الرعاية اللازمة للاجئين الفلسطينيين. لابد لنا من إعادة التأكيد على الحق الأبدي الخالد للفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين في القدس، التي هي مفتاح السلام في المنطقة، ولا بد أن تكون حاجز الأساسي لتحقيق الحل الشامل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران عام 1967. وإن من واجبنا ومسؤولياتنا المشتركة كمجموعة عربية ومن واجب المجتمع الدولي توفير الرعاية اللازمة للاجئين الفلسطينيين.